نزلنا نازحين من صنعاء بسبب الاشتباكات اللي حصلت بالايام الاخيره وبسبب ما قالوا انه مات علي عبد الله صالح. نزلنا لا عدن، ما فيش معانا لا متوى ولا معانا مكان. نحن جالسين بالشوارع وجالسين بالاماكن اللي ما فيهاش اي شيء، ما فيش معانا لا اكل ولا شرب، ولا نقدر ناكل اطفالنا ولا نقدر ننام وننيم اطفالنا في اماكن يعني تصطلح انه ينام فيها طفل عمره 40 يوم او عمره سنه او عمره سنتين. يعني حالتنا احنا صعبة، يساعدونا احنا بأكل بفرش بطراريح بأي حاجة عشان حتى نقدر يعني حتى الأطفالنا عشان الأطفال. المهم هذا حكم وضع 2009 هذا ارتاح في الزوجة طبعا في دار سعد في الفترات الاخيره تم نزول نازحين من صنعاء وحيس والحديده والمخا. طبعا النزوح كان بشكل كبير جدا بالذات بالضربات الاخيره، فتم النزوح لنا. طبعا ضمن الضغط اللي كان موجود عندنا من النازحين اللي قبل كانوا منتعز وكذا، فحبينا نحن الان حاولنا نساعد النازحين بكافه اشكال. نزلنا بعض المنظمات بحيث انهم يروا على مرمى ومسمع، عملنا مسح شامل الذي من سنه والذي من اقل من 3 اشهر او 4 اشهر، عملنا لهم عمليه المسح التام. اكتشفنا انه لدينا اكثر من 600 نازح، هذول اللي تتراوح ما بين 6 اشهر الى يومين. هذا محمد عبد الله عبد الواحد محمد عبد قبل كبيره ها؟ هاي